مو محمد. السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ازي حضرتك يا استاذة أمياء؟ الحمد لله بخير، أهلا بيكي، حمدك يا رب. ربنا بنسلم يخليكي، على الشيخ. اتفضلي اتفضلي مع حضرتك. ازي حضرتك الشيخ مصطفى؟ أهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ربنا يجزيك خير يا رب ويبارك لك يا رب. ربنا امين يا يعزك. رب. والله حضرتك انا والدتي كانت كلمت حضرتك اللي هي ام محمد، انا بنتها. ف فكريني بس، معلش فكريني بالمكالمة. إيه كانت بتقول لحضرتك على ذهبها، ذهب والدتها والشيخ تمام. رمضان قال ان هي ليها كذا كذا، يعني ليها الرؤية يعني جزء منها هي واخواتها، صح؟ معلش، ما هو انا بيجي لي اسئله كتير شبه كده، فكريني بس كده. كانت المهم يعني انا هكلمك عن الموضوع يعني من اوله. اتفضلي. انا وستي ام يعني جدتي كان معاها ذهب ب 80,000 جنيه، وكان معاها يعني يعتبر 10 تجرات باسمها، لا مكتوب بعقد، كان مكتوب ايه؟ كان مكتوب بيه عقد يعني، عقد. تمام. تمام. فجت اتوفت الله يرحمها. من غير ما توزع التركة ولا توزع ولا تقول الذهب ده لمين ولا لمين، ماتت على طول. فجه جدي خد الذهب بعد ما توفت، شطب بيه البيت للرجالة وطلع بقية عمره، تمام. وجينا نطالب برضه على التلت جرعة ان هو يتجسم عليهم، خد العقد وقال هي ملهاش حاجة، راح مقطع العقد وهو كان كاتب البيت ده باسمه، بقى التلت جرعة ده راح كاتبه باسمه، تمام. فجت والدتي وخالتي بتطالب على ورثة من امها وابوها، ما حدش راضي يديها. في ودلوقتي جيت الذهب وفي البيت، ايه؟ في الذهب وفي البيت. في الذهب وفي البيت وحاجة أمها اللي هي بالنسبة للملابس، مواعين، أجهزة كده اللي هي تبقى كل حاجة، الحاجات بقى الخاصة بوالدتها. أيوة تمام كده، وورث أبوها كمان، تمام. ما خدتش تمام. ولا من ورث الأب ولا من الأم. ده ورث أم. فجت جدي حاليا متوفى برضه، فهي دلوقتي معاها 3 إخوات، يعني دول خوالي ما بيتكلموهاش بقالها سنة من يوم ما جدي، من يوم ما ستي توفت، ما بيكلموش والدتك. بسبب اختلافات يعني وكده بينهم. اه، فهي دلوقتي لا خدت ورثها في والدتها ولا في والدها ولا حاجة والدتها، ومحدش راضي يديها حاجة، وحد الناس كتيرة كبيرة يعني تعمل لهم قعدة، رفض ان هم يعملوا لهم قعدة بسبب ان هم ايه، بيشتموا الناس وبيغلطوا ما بيقدروش حد. فهي دلوقتي تعمل ايه؟ طيب حاضر، بقول لحضرتك ثانية واحدة، اتفضلي. كنت طالبة من فضيلة الشيخ يدعي لي. حاضر، ادعي لك ان شاء الله ربنا يكرمك ويحفظك ويسترك ويرضيك باذن الله. امين يا رب. طيب دلوقتي هي بتطالب بحقها في ميراث ابوها وامها، واخواتها مش راضيين يدولها ولا خلانها. ده سحت حضرتك، يعني اللي ياكل الميراث ده حضرتك بياكل سحت. هي ليها حق وربنا سبحانه وتعالى فرضه، ده الميراث ده حضرتك يا استاذه لميا، حد من ربنا حدود ربنا سبحانه حد من حدود وتعالى. ربنا طبعا، وربنا مقسمه من فوق 7 سماوات، حتى في اخر ايات المواريث ربنا سبحانه وتعالى يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، بيخاطب اي حد يفكر انه يلعب في المواريث، انه يلعب في الانصبه، مجرد انه يلعب بس في الانصبه، حد ليه النص فيديله التمن مثلا، او يحرمه اصلا من الميراث. ده ربنا سبحانه وتعالى سماه حد وحذر من الحكايه دي في اخر ايات المواريث، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ما ينفعش ابدا اي حد ياخد حق حد، ووالدتك تفضل تطالب بحقها، لا يضيع حق وراءه مطالب، ده حقها وحق اولادها ما ينفعش تفرط فيه. اما اهلها لازم وبسرعه يردوا لها المواريث ويردوا لها حقوقها، لان ربنا سبحانه وتعالى خلى ده حد عظيم من الحدود.